الرحمن الرحيم. بسم الله نبدأ وعليه نتوكل ومنه دائما وأبدا نطلب السداد والتوفيق يا رب العالمين. لنبدأ معكم وبحضراتكم بتحديات ومنافسات هذه الفتاة المسائية المخصصة لسن الثنايا وتحديات شعارات الشيوخ والسعادة الحاضرة بمنافسات وتحديات الأشواط المفتوحة. لنبدأ مع هذه الأسماء الحاضرة المنطلقة في شوطنا الرابع لنتابع معكم فئة القعدان الحاضرة لسن الثنايا. لنبدأ مباشرة مع المركز الأول لنتابع فراع على أول المراكز. تعود الملكية لسعادة الشيخ علي بن عبد الرحمن بن حسن الثاني من يتقدم شعاره على المركز الأول والمركز الثاني. التواجد مشاهدينا الكرام والانطلاق من قبل برزان. تعود الملكية لحجن المرخية من تمتلك برزان الحاضر والمتواجد على المركز الثاني. المركز الثالث تقدم وقش. تعود ملكية وقش لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد الثاني بمتابعة راشد بن سعيد بن العرج المري من يتابع بعملية التضمير. والمركز الرابع نتابع حراب. تعود الملكية لسعادة الشيخ حمد بن علي عبد الرحمن الثاني بمتابعة علي بن سالم المالكي من يتابع بعملية التضمير ومن يقدم لنا اللي على المركز الرابع. لنتابع معكم المركز الخامس لنشاهد على خامس المراكز تقدم الشباب هجن الشحانية من تقدم لنا تحديات شباب بمتابعة جابر بن سالم بن فاران من يقدم لنا تحديات اللي على المركز الخامس. هذا هو النداء الأول للأسماء الخمسة الأولى الحاضرة والمتواجدة. عطنا نقلة يا بن خزينة على الأسماء الحاضرة خلف النداء خلف خلف الأسماء المذاعة والحاضرة بتحديات هذا الشوط. لنتابع معكم الأسماء القادمة والقوية المشاركة والحاضرة. أسماء لها إنجازاتها لها صولاتها لها تحدياتها لها قوتها لها إنجازها الغريب في المهرجان الماضي. تحضر هذه الأسماء بحضور الأقوياء بحضور التميز الجميل لهذه الأسماء الحاضرة والمتواجدة. نعود بحضراتكم إلى المركز الأول لنتابع معكم مجريات ومقدمات هذا الشوط. لنتابع المركز الأول التقدم من وقش. وقش من بلش بالانطلاق بلش بالقيادة حينما حس بخطورة الأسماء بقوة الأسماء الحاضرة والمتواجدة. ليكون لوقش الدور الكبير للانطلاق المثير مع البداية ومع المركز الأول. تعود الملكية لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد الثاني وراشد بن سعيد بن العرج من يتابع وقش من يقدم لنا وقش مع البداية والصدر. المركز الثاني الله يا فراع فراع بدأ يظهر الامتاع للأسماء للمتابعين مع تحدياته. على المركز الثاني يحمل لنا شعار سعادة الشيخ علي بن عبد الرحمن بن حسن الثاني مع تحديات المركز الثاني. المركز الثالث نتابع حمران من وصل لأول ندى. تقدم حمران يحمل لنا شعار هجن الشحانية بمتابعة البرنس جار الله بن محمد بن عقيل من يقدم لنا هذا المضمر. تحديات وتقدم حمران مع المركز الثالث. المركز الرابع من يحمل الرقم أربعة يتواجد المتحد. يتقدم المتحد لسعادة الشيخ خليفة بن ثامر الثاني بمتابعة خليفة بن عبد الرحمن آل عبد الملك من يتابع بعملية التضمير ويقدم لنا تحديات اللي على المركز الرابع. المركز الخامس ويصل مشاهدينا الكرام يتقدم الفايز. يا مرحبا بالفايز القادم مع المركز الخامس ومع تحديات هجن الشحانية بمتابعة جار الله بن محمد بن عقيل. لكن يا جماعة أرى شيء غريب أرى تسلل ملحوظ من قبل اسم تسلل من المركز الخامس الى الرابع مرورا عبورا نحو المركز الاول.
أتابع معكم تقدم كحرمان، كحرمان الحاضر مع البداية، الحاضر مع المقدمة، هذا البطل، هذا المتوج الحاضر مع البداية. لا يرضى هذا البعير إلا بالمركز الأول، إلا بالصدارة، سلالة وذنان، دائما وأبدا تحضر بالتحديات، تحضر بالانطلاقات، تحضر بحضور الأقوياء. لا يرضى دائما إلا بالنداء مع المركز الأول. هذا هو كهرمان على المركز الأول مع منتصف المسيرة، مع منتصف المسافة، يحمل لنا شعار الشحانية بمتابعة محمد بن خالد العطية، بمتابعة المشاكب، من شاكب وقدم لنا هذا البطل بتحدياته. المركز الثاني، التقدم من وقش لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد الثاني، راشد بن سعيد بن العرج، من يتابع بعملية التنمير. المركز الثالث، يتقدم حمران على المركز الثالث لحجن الشحانية بمتابعة جار الله بن عقيل، من يتابع بعملية التنمير، من يقدم لنا تحديات المركز الثالث. المركز الرابع، القادم، القادم مشاهدينا الكرام، الفايز، 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 فاز معنا في مهرجان المؤسس وكان فوز عظيم بانطلاق جميل بدون اي تعليمات. اذكر هذاك الانطلاق المميز من قبل الفايز الحاضر الذي هذه اللحظات مع المركز الثالث، يتقدم نحو المركز الثالث، يحمل، يحمل لنا شعار الشحانية بمتابعة جار الله بن محمد بن عقيل، من يتابعه بعملية التضمير. المركز الرابع، نتابع مشاهدينا الكرام اللي على المركز الرابع وقش، كما اسلفت المركز الخامس يتواجد فراح لسعد شيخ علي بن عبد الرحمن الثاني، من يمتلك فراح على المركز الخامس ومع خامس التحديات. هذه هي الاسماء، هذه هي الانطلاقات، هذه هي التحديات. لنعود، لنعود نحو البداية، نحو المركز الاول، نحو الصدارة، الى حمران، حمران المسيطر على ارضية هذا الميدان، كنقول ميداني حتى هذه اللحظات. حمران مع المركز الاول ومع الصدارة يسيطر تمام السيطرة بقيادة الاسماء، يحمل، يحمل لنا شعار هجر الشحانية، الشعار الادعم وضع على ظهرهم. حمران على المركز الاول، تعود عملية التضمير مع جار الله بن محمد بن عقيل، من يتابع البرنس بعملية التضمير، من يقدم لنا هذه الورقة الرابحة مع انطلاقة البداية. المركز الثاني، كهرمان على المركز الثاني على ثاني التحديات، يحمل، يحمل لنا شعار الشحانية بمتابعة المضمر محمد بن خالد العطية. المركز الثالث، يتواجد الفايز، يتقدم الفايز. المركز الثالث، نتابع الفايز لحجن الشحانية بمتابعة جار الله بن محمد بن عقيل. النقلة إلى المركز الرابع، لنتابع معكم تحديات وقش، تقدم وقش لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد الثاني، راشد بن سعيد بن العرج، من يقدم لنا وقش بعملية التضمير. هذا المضمر الذي دائما، دائما وابدا يظهر القوة حينما تتلاطم أمواج الشعارات. الله يا القادم، الله يا الواصل، وصل مزيان على المركز الرابع ليتقدم بشعار حجر الشقب سعيد بن عبد الهادي الشواري، من يتابع الهادي بعملية التضمير. هذه الأسماء الحاضرة المتواجدة، الأسماء القوية التي التقت، التقت وتقابلت في مثل هذا الشوط، لتبدأ القوة، لتبدأ التحديات، لتبدأ الإثارة، لتبدأ المتعة بتحديات هذه الأسماء. الله يا المركز الخامس القادم مشاهدينا الكرام، والمتقدم كفو على المركز الخامس لهجر الشحاني بمتابعة جابر بن سالم فاران على المركز الخامس، ومع تحديات خامس الأسماء لنتابع معكم تقدم الأسماء، تقدم البداية. الله، مزيان، مزيان بدأ ينطلق مع الصدارة، بدأ مزيان على البداية ينطلق مع أول المراكز.
ومع الصدارة مزيان لحجن الشقب بمتابعة سعيد بن عبد الهادي الشهواني. من يتابعه؟ من يقدم لنا هذا البطل الحاضر مع أول المراكز ومع مقدمة هذا الشوط كما قدم لنا شديدة في أول أشواط هذا المساء؟ يقدم لنا مزيان على الصدارة ومع المقدمة ليكون هو البطل المتوج حتى هذه اللحظات، باحثا نحو اختطاف النقطة الثانية. الرجل الحادي لا حدوه أبدا مع هذا الشعار، لكن حملان قادم على المركز الثاني. هجر الشحانية قادمة لتقدم لنا حملان بمتابعة جر الله بن محمد بن عقيل. المركز الثالث كهرمان هجر الشحانية الفائز على المركز الرابع لحجن الشحانية بمتابعة البرنس، وهنالك كفو. لكن الانطلاق الله يا الثنائي الجميل، هجن الشحانية البرنس الحادي الحزام الاخضر، اللقاء الثنائي لفطاحلة التضمير. الله مزيان، وكذلك حمران من الجانب الايمن ينطلق نحو المركز الاول، لكن عاد شعار هجن الشقب عاد ليستعيد اموره المسلوبه من قبل حملان بهذه التحديات. هجن الشقب الحادي البرنس جار الله يقدم لنا الانطلاق مع حمران مع المركز الاول. لكن سعيد يبحث عن المركز السعيد عن المركز الاول. اللحظات الحاسمه، حمران يختطف ناموس هذا الشوط، يتوج بهذه الانطلاقة كما فعل وثنان في شوط الأول الرئيسي. يفعل حمران خاطبا للناموس متوجا بهذه الانطلاقة. الثاني والتبريكات لحجر الشحانية، والثاني لجر الله بن محمد بن عقيل على هذا الفوز المستحق. المركز الثاني وصل مزيان لهجر الشقب، المركز الثالث كفو لهجر الشحانية، رابعا وصل حراب لسعادة الشيخ حمد بن علي الثاني، المركز الخامس الفائز لهجن الشحانية. مشاهدينا الكرام، متابعينا الأعزاء، تابعنا المنافسة الحاضرة ما بين هذه الأسماء التي تنافست، وكان لقاؤها جميل بحوار ثنائي رائع كان عنوانه هو الناموس، وكان حمران هو صاحب الكلمة وهو المتوج بهذه الانطلاقة. لنشاهد معكم حفلنا الكريم هذه التحديات المميزة في شوطنا الرابع الذي تابعنا فيه المتعة والحضور المميز لشعارات الشيوخ والسعادة ولهذه الأسماء الكبيرة التي شاركتنا بتحدياتها وانطلاقاتها. إذا مشاهدينا الكرام، متابعينا الأعزاء، حمران هو من أهدى عشاق هجن الشحانية هذا الناموس المميز. لنتابع معكم ملخص هذا الشوط وهذه الأسماء التي حضرت معنا بتحدياتها بانطلاقاتها. كانت القوة والحضور لهذه الأسماء المميزة والكبيرة، وكان حمران هو المتوج بهذه الانطلاقة خاطفا متوجا حاصلا على المركز له بتوقيت زمني وغدره 12 دقيقة 45 ثانية 8 أجزاء من الثانية. الثاني تبقى لهجن الشحانية، والثاني لجر الله بن محمد بن عقيل على تحقيق للنقطة الثانية وعلى ناموس حمران في هذا الشوط. المركز الثاني وصل مزيان، توقيت الزمن 12 دقيقة 45 ثانية 30 جزء من الثاني. نهني هجن الشقب، والثاني لسعيد بن عبد الهادي الشواني على هذا الفوز المستحق. المركز الثالث كان الوصول مشاهدينا الكرام من قبل كفو، توقيت الزمن 12 دقيقة 50 ثانية 76 جزء من الثانية. الثاني تبارك على هجن الشحاني.